بيكم في موجز رياضي جديد للمصري اليوم. الغموض يحيط بمصير الدوري بعد ثبوت اكتر من حالة ايجابية لفيروس كورونا خلال الساعات الاخيرة. محمود علاء يعتذر لزملائه اللاعبين بعد احداث مباراة بيراميدز. سلبية عينة جميع المخالطين لحمدي فتحي لاعب النادي الاهلي. اجتماع هام للفيفا مع اتحاد الكورة الاسبوع المقبل بالفيديو زوم. الامارات وكوت ديفوار يدخلان سباق استضافة النهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي. جون أنتو يغيب عن بيراميدز 15 يوم. انتشار فيروس كورونا بين لاعبي الدوري خلال الساعات الأخيرة اللي فاتت خلى حالة من القلق داخل الشارع المصري على مصير الدوري الممتاز، خصوصا ان اكتر من نادي اعلن إيجابية الحالات، منهم نادي سموحة والنادي الأهلي، نادي الإنتاج الحربي، نادي الاتحاد السكندري، اكتر من نادي، وده كله ادى لحالة من القلق. الامر اللي دفع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يوضح امر مهم جدا بخصوص مسابقة الدوري واستمرارها من عدمه خلال الفترة اللي جاية. اكد محمد سلطان ان هيبقى فيه عينات هتتاخد من كل الاندية قبل كل مباراة ب 48 ساعة، وشدد على ان في حالة ثبوت اي حالة ايجابية حتى ايا كان العدد فان الدوري مستمر وان المباريات مستمرة، وكل اللي هيحصل هيتم استبعاد العناصر اللي ثبتت ايجابيتها من الفريق ودخولهم في حاله من العزل وفقا للمتبع من اجراءات احترازيه، وتستكمل المباريات ببقيه العناصر المقيده في قوائم الفرق. محمود علاء لاعب نادي الزمالك بعد طرده من مباراه بيراميدز وخروجه عن النص عقب المباراه حرص بعد نهايه المباراه توجه لباتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك وتقديم اعتذار ليه ولكل زملائه عما بدر منه. حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي بعد ثبوت ايجابيه اصابته بفيروس كورونا قرر الجهاز الطبي اخذ عينات من كل المخالطين لحمدي فتحي خلال الفتره اللي فاتت من لاعبين واجهزه فنيه واداريه وطبيه، وثبتت سلبيه جميع الحالات وان الجميع يعني في صحه جيده وان ما فيش اي حد عنده الاصابه ديت. ويوم الاحد هيبقى فيه المسحه السادسه للاعبي النادي الاهلي قبل مباراه الجونه الوديه اللي هتجرى الاسبوع المقبل. مصير اتحاد الكوره والانتخابات خلال الفتره اللي جايه ومصير اللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد الكوره بقياده الاستاذ عمرو الجنايني هيتم تحديده بين الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اللي عين اللجنه الخماسيه ديت خلال الأسبوع المقبل بعد استعراض كافة الأمور من خلال اجتماع بين الفيفا واللجنة الخماسية لاتحاد الكورة خلال اجتماع بالفيديو زوم. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يستقر حتى الآن على مكان إقامة ملعب النهائي الأفريقي. استقر أحمد رئيس الاتحاد إن المباراة النهائية تبقى من مباراة واحدة، وهناك اكتر من ترشيح لاستضافة المباراة وهناك اكتر من اعتبارات اهمها الاعتبارات التسويقية. الكل داخل الاتحاد الافريقي بيفكر في ان لازم يبقى مباراة النهائي الافريقي لازم يبقى في وجود جماهيري كبير جدا يتخطى 40,000 متفرج. استبعدوا بعض الدول الافريقية اللي في غرب افريقيا بشكل كبير يعني، او اللي هي بعيدة عن المفهاش جاليات مصرية او جاليات مغربية، وتم ترشيح اكتر من دولة لاستضافة النهائي الافريقي بينهم دولة الامارات العربية لما ليها من وجود جماهيري مصري ووجود جماهيري مغربي، وكذلك دخلت على الاطراف ترشيح دولة كوت ديفوار. ولكن كل هذه الامور ستتوقف على تحديد الفريقين اللي صاعدان، اذا كان فريق مصر وفريق مغربي هنا هتكون المباراة على ملعب محايد، ولكن لو المباراة بين فريقين مصريين هتكون المباراة في القاهرة، لو المباراة ما بين فريقين مغربيين هتكون في الدار البيضاء. الأشعة اللي أجراها الغاني جون أنتوي أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في عضلات القفص الصدري، اللي أكد جهاز الطبي لنادي بيراميدز أن أنتوي هيحتاج 15 يوم بعيد عن المباريات، أسبوع منهم هيبقى تأهيل وتدريبات داخل الجيمانيزيوم، واسبوع تاني جري حوالين الملعب والمشاركه في التدريبات الجماعيه قبل المشاركه مع فريقه في المباراه الرسميه. وده كان موجز الاخبار للنشر الرياضيه للمصري اليوم. نشوفكم في موجز جديد بكره باذن الله.